السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بيكم. معاكم كينج شيف وأصدقائي. النهاردة حبيت أعمل همبرجر فراخ. طبعا عشان أعمل همبرجر فراخ لازم أعمل جنبه صوص مميز وجميل. النهاردة إحنا هنعمل صوص لهمبرجر الفراخ والمشويات عامة، ينفع يمشي معاه جميل جدا، والأسماك المشوية. الصوص ده مكون من 3 حاجات: بصلة صغيرة، مايونيزة، طبعا كاتشب حسب الكمية طبعا اللي انتوا هتعملوها. اتمنى يا جماعه لما تشتركوا في القناه اشترك في القناه، فعل الجرس، فعل الجرس، وتحطوا لنا لايك وتقولوا لنا ايه رايكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. طبعا عشان ما نطولش عليكم والفيديو بتاع الهمبرجر يبقى طويل، احنا دلوقتي هنعمل طبعا الصوص الجميل ده. طبعا الصوص الجميل ده مكوناته ايه؟ اهم حاجه نقطع البصله ناعم جدا زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده. طبعا البصله بتاعتنا قطعناها ناعم خالص، ولسه هننعمها كمان لما ننزل عليها بالمايونيز والكاتشب. هننزل طبعا ب3 معالق مايونيز، وهننزل زيهم ب3 معالق كاتشب. وهنضرب تاني الخليط مع البصلة بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، طبعا ضربنا الصوص بتاعنا كله مع بعضه. وبصراحة الصوص بتاعنا بقى جاهز، شايفين يا جماعة قوام الصوص بتاعنا؟ بسم الله ما شاء الله، يعني حتى والطعم. طعم جميل جدا، البصل عاطية في نكهة وجميل جدا. دلوقتي احنا هنحط طبعا الصوص ده هنحطه في التلاجة يبرد، وهنرجع معاكم تاني نجهز الهمبرجر. وبكده يا حبيبي وصغير في كل مكان، احنا بكده جهزنا طبعا الصوص بتاعنا، الصوص الجميل ده، صوص المايونيز والكاتشب والبصل. اتمنى ان هو يعجبكم وينفع لكل المشويات، واتمنى دايما تتابعونا وتقولوا لنا ايه رايكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.